جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال افترض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو صدقة الصيام صاعا من طعام أو صاعا من تمر على الحر والعبد والصغير والكبير. وجاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أيضا أنه قد ذكر أصنافا من الأطعمة قال كنا نخرجها برا، والبر هو الحنطة ويسمى بالطعام، وهو أجود أنواع القمح، القمح الأحمر في الشام، برا أو زبيبا أو قمحا أو أقط، والأقط هو اللبن المجفف. هذه أنواع من الأطعمة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تخرج من قوت البلد، يعني من الطعام الذي يقتات عليه أهل المنطقة، فإن كان القمح أو الذرة أو الدخن كما عندنا هنا دي الأصناف الثلاثة المشهورة. وتخرج من الطعام كما هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستندوا على الأحاديث المذكورة وعلى فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فكانوا لا يخرجونها إلا من الطعام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم افترضها على الأمة من الطعام. ثانيا، لأنها لها علة محددة، وهي أن يطعم المساكين في يوم العيد، وليست هي من الزكوات العامة لكي تخرج من المال، إنما هي زكاة خاصة تختص بطعام أيام العيد. قال العلماء ولأن أيام العيد تغلق المحلات الحوانيت والطواحين التي يطحن فيها الدقيق، ولهذا شرع النبي عليه الصلاة والسلام لنا أن نخرجها من الطعام. قال العلماء أيضا هذه نوع من أنواع الزكاة الظاهرة وليست الزكوات الخفية، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هذا النوع من الزكوات هي زكاة شعيرة من الشعائر الظاهرة، ولهذا اشترط العلماء أن تكون من الطعام وليس من النقود، لأن النقود ما بتطلع بشكل ظاهر، إنما تطلع خفية، بتشيلها بتديها للزول بدخلها في جيبه. لكن زكاة الفطر لابد تطلع طعام لتكون شعيرة ظاهرة، كما أننا نصلي صلاة العيد في المصليات الكبيرة والساحات العامة لأن هذه شعيرة ظاهرة، مع أن المساجد ممكن تشيلنا، لكن لما كانت شعيرة ظاهرة يظهر بها المسلمون، أعلن بها المسلمون في الأماكن العامة والمتسعات الكبيرة، لأن هذه شعائر دين ظاهرة. كذلك زكاة الفطر هي شعيرة ظاهرة تخرج طعام وتحمل إلى الفقراء. اجتهد معاوية رضي الله عنه في زمنه فقال يكفي بدل الصاع من الطعام يكفي فقط نصف الصاع من البر أو الحنطة، لأنها أجود من بقية الأطعمة، ولكن الصحابة ما وافقوه على هذا الاجتهاد. وقال أبو سعيد فلا زلت أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. فإن العلماء لم يقبلوا اجتهاد معاوية رضي الله عنه، وهو صحابي جليل خال المؤمنين. قال العلامة الفوزان فمن باب أولى ألا نقبل اجتهاد أبي حنيفة الذي يرى أن تخرج من النقود، فإنه اجتهاد مرجوح لا يجوز العمل به. لماذا؟ لأن النقود أيها المسلمون الكرام ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة، ما في حد يقول لا زمن النبي ما في قروش، في كان هناك الدرهم من الفضة والدينار من الذهب، دي نقود بدعمل بها، ما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم نقود، لأن هذه الزكاة هي طعمة للمساكين وليس الزكاة مال. هذه طعمة للمساكين، لا بد أن يفهم الناس، هذه طعمة للمساكين ما زكاة مال. زكاة المال تخرج من المال، وزكاة الأنعام من الأنعام، وزكاة الحر تخرج من الثمار، أما زكاة الفطر فهي من الطعام فقط، لو طلعتها من النقود ما أجزأت عنك، ويبقى الواجب في رقبتك.